أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري انطلاق تجهيزات 5000 سلة غذائية. يأتي ذلك استعدادا لتوزيع هذه الأغذية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد، استكمالا لجهود الهلال الأحمر المصري الإغاثية لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا. وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية انطلقت تجهيزات 5000 سلة غذائية استعدادا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد. عندنا النهاردة في 5000 سلة مواد غذائية بيتم تعبئتهم وتجهيزهم من خلال متطوعين الهلال الأحمر المصري على مدار 3-4 أيام القادمين، هيتم توزيعهم على محافظات الصعيد مستهدفين قرى بعينها بعد التنسيق طبعا مع الجهاز المحلي هناك ووزارة التضامن الاجتماعي وعمل التقييم اللازم لتحديد الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع عليها. جمعية الهلال الأحمر المصري تعمل من خلال المتطوعين في العمليات الإغاثية من خلال تجهيز وتعبئة السلات الغذائية الموزعة على الأسر والفئات المستهدفة. احنا نازلين النهارده علشان بنعمل تعبئة للمعونات اللي متوفرة عندنا، المعونات الغذائية. المعونات دي إن شاء الله هتتوزع على 26 محافظة من محافظات مصر للناس المحتاجة التغذية. احنا هنوزع على 26 محافظة. الكرتونة فيها زيت وسكر ورز وملح وعدس وفول وكل المكونات اللي الناس محتاجينها. في إطار قوافل الجهود الإغاثية يستكمل الهلال الأحمر دعم الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة شمال سيناء بتنفيذ المرحلة الثانية من توزيع السلات الغذائية بالمحافظة لعدد 4000 أسرة.